الدايموند كان اقوى اور في ماينكرافت، لكن 1.16 ماينكرافت اضاف النذرايت وصار هو اقوى اور في ماينكرافت. فاليوم جبت لكم احسن ثلاث طرق لتجميع النذرايت في ماينكرافت. السلام عليكم، معكم كيوبو. اليوم جبت لكم افضل ثلاث طرق لتجميع النذرايت في ماينكرافت. جهزت الاغراض لكل طريقه وحطيتها في هذا الشركه. الطريقه الاولى تحتاج على الاقل بيكاكس دايموند افيشنسي 2. الطريقه الثانيه تحتاج خشب وول حتى تصنع اكبر عدد من الاسره، والطريقه الثالثه هي باستخدام تي ان تي. فتحتاج طريقه تجيب بها بيكاكسات، وطريقه تجيب فيها الوول، وطريقه تجيب فيها تي ان تي اللي هي هناك. اوكي وصلنا للنذر. اوكي راح اخترت هذا المكان. اول شيء تنزل على ارتفاع 15. وصلنا على ارتفاع 15، اول شيء تسويه انك تضغط F3 وG فتفتح شانك بوردر، وتروح تمشي حتى تلاقي الخط الاصفر هذا. فراح تبدا التحفير من هذا الخط، تروح طريق كامل. اوكي والان جاء وقت الطريقة الثالثة اللي هي باستخدام تي ان تي. واو حبة زيادة. Thank you.
حوالي 10 دقائق جبنا 15 حبة انشنت بريس، ف راح اكمل استخدم هذا النفق، اكمل كل التين تي اللي عندي وراح ارجع. واخيرا كملنا تجميع النذرايت وبعد مرور نصف ساعة جبت 40 حبة نذرايت، يعني حوالي خليني اصور يعني حوالي 10 حبات نذرايت. اوكي رجعنا للبيت، اول شيء نسويه هو اننا نروح لغرفة التطوير نجيب لحظة احتاج جولد. داش الحبة نذرايت، فأول شيء أدمج أحتاج ليفل أكثر. أوكي وأخيرا جبنا الليفل، ندمج البوت مع البوت، نحول كل أغراضنا نذرايت. وا جي جي جبنا الأشيفمنت، وانا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا على المشاهدة.